مشاهدينا أهلا بكم. بعد حسم القرار ونطق قاضي المحكمة الدستورية بالحكم اليوم، تداول المستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت خبر قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية. فتحت هاشتاغي البصمة الوراثية والمحكمة الدستورية، المستخدمون تداولوا صورا لقرار المحكمة بعدم دستورية كل من المادة الثانية والرابعة والثامنة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 87 لسنة 2015 وإبطالها باقي المواد لارتباطها بالمواد المقضي بعدم دستوريتها. كما عبر المستخدمون عن فرحتهم بالحكم، مقدمين جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقانون الكويتي على هذا القرار، مشيدين بانتصار المحكمة الدستورية للحقوق والحريات، شاكرين كل من ساهم في ذلك.